بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، أيام مفترجة بنعيشها. ربنا يعود على حضراتكم بكل الخير والصحة والسلام. النهاردة الجمعة 26 رجب 1439، 13 إبريل 2018، 5 برمودا 1734. نفس الأجواء اللي يعني أنا حاسس النهاردة أني كولين باول قدامي، وجورج بوش الابن قدامي، وتوني بلير قدامي، نفس الاجواء. يعني احنا كنا اجازه امبارح، اول امبارح والاول يعني 2 3 4. الحقيقه انا يعني كان لساني بيكونني عايز اقول البقين اللي احنا هنقوله النهارده بقدر الامكان. يعني وانا جاي طالع جاي من البيت لحد هنا، كنت عايز كل الاعلانات اللي على الاوت دور، كل المحور، كل الدايري، اي حد قابله اروح حاطط في وشه كده: اين الكيماوي في سوريا؟ زي ما تمت السؤال قبل كده: اين الكيماوي في العراق؟ نفس السيناريو المحبوك، بغض النظر انت مع صدام حسين او انت مع بشار الاسد، ما وراء ذلك هو انت مع سوريا ولا مع العراق. حضرتك هتقول لي انت رابط هذا الدكتاتور بهذا البلد. للأسف احنا لازم نبلع الزلط عشان سوريا ما تتدمرش اكتر من كده. سوريا هتتقسم، والتقسيم جاري على قدم وساق، والوضع اللي احنا يعني بنحاول بقدر الامكان كده نوصله لحضراتكم، معرفش البعض واخده على انه ده تكريم لصدام لبشار الاسد، ده تعظيم من بشار الاسد، يغور بشار الاسد من الاخر، يغور بشار الاسد، لكن لا تغور سوريا. يروح في داهيه اي واحد او اي مسؤول في الدوله السوريه، لكن تبقى سوريا، يبقى الوضع في سوريا، تبقى كيان سوريا، تبقى دوله سوريا. لو حصل واتضربت سوريا الايام الجايه وتم تاني نفس السيناريو، افكر حضراتكم بيه. شوفوا السيناريو ماشي ازاي من عند نايك اللي هي مندوب امريكا في الامم المتحده، لحد ترامب، لحد ماي اللي هي رئيسة وزراء بريطانيا، لحد ماكرون اللي هو رئيس فرنسا. شوفوا السيناريو ماشي ازاي مع الغرب. هتيجي تلاقوا مثلا على سبيل المثال مي المندوبه الامريكيه للامم المتحده نيكي هالي، ده المفروض يعني بقى ان هي بتتحدث باسم السياسه الخارجيه، لانه ما فيش وزير خارجيه في امريكا دلوقتي. بعد ما مشي وزير الخارجيه الامريكي اقاله الاخ ترامب بتويتر او على بتويتاي على تويتر، مفيش وزير خارجيه امريكا، وبالتالي اللي بيمشي الدنيا دلوقتي وزير الدفاع معاه نيكا هالي اللي هي مندوبه الامم، مندوبه امريكا في الامم المتحده، هي اللي ماشيه الدنيا. قالت ايه مندوبه امريكا؟ واشنطن تعتزم الرد على استخدام الكيميائي في سوريا. واشنطن تعتزم الرد على استخدام الكيميائي في سوريا. ومصدر امريكي، معلش الجهاز عندنا بيهنك ساعات كده بيعصبنا، بس مصدر امريكي ده المفروض هاتوا الخبر اللي قبليه، ده مندوبه امريكا في الامم المتحده. ناخد بالنا بس من اللي بيحصل ده، لانه هنشوفه سنه 2003 مكان هذه الافعى كان قاعد الافعى الاخر اسمه كولين باول، وبس بيتكلم على العراق، بيتكلمش على سوريا. دلوقتي بيتكلم على سوريا، اليومين دول بنتكلم على سوريا. هذه الافعى وهذا الافعى ورئيسهم الافعى، كل دول افاعي بالنسبه لنا على الاقل، ما بتكلمش باسم حد. بتقول لحضراتكم ايه؟ واشنطن تعتزم الرد على استخدام الكيميائي في سوريا. ايه تاني؟ مصدر امريكي: واشنطن حددت 8 اهداف سوريه لضرباتها المحتمله. انا بجيب لحضراتكم اخر احداث الوضع في سوريا. خلصنا من امريكا كده، يبقى خلاص كده امريكا استعدت انها
تضرب سوري. ماشي؟ دخلت على الخط الاخت تريزا ماي اللي هي رئيسه وزراء بريطانيا، لانه الدلدول بتاع امريكا هو بريطانيا على طول. بريطانيا تقول حاجه زي موضوع الجاسوس الاسرائيلي، الجاسوس الروسي اللي في مشكله مع روسيا بسببه، على طول امريكا بتتبع بريطانيا وبريطانيا بتتبع امريكا. جت بقى الحكومه البريطانيه بتقول لك ايه؟ تؤكد ضروره ردع سوريا عن استخدام الاسلحه الكيميائيه. اهو ده حضراتكم ماشي الحل. دي مين؟ تريزا ماي رئيسه الحكومه البريطانيه. الاخ دونالد ترامب ما سكتش، قال لك اضرب مش اضرب، هضرب ولا ما اضربش، احتمال اضرب واحتمال ما اضربش، ومش عارف ايه، وراح كاتب تويتايه كده قال لك يعني انا لسه بشوف الوضع ايه، يضرب يا ما اضربش، هشوف هعمل هسوي، احتمال اضرب لسه ما عنديش النيه ولسه مش محدد الميعاد، ايا كان الامر يعني. طيب في رئيس الفرنسي قال لك احنا هنشارك في الضربه، وقال لك اللي هو ماكرون، وقال لك لازم قدر الامكان لازم ان احنا نحد من استخدام سوريا للسلاح الكيماوي. استخدام سوريا للسلاح الكيماوي. خلاص شيلوا التويتات دي يا جدعان، انتوا هتصدروا لنا ليه؟ انا بتكلم على فرنسا. ماشي الحال؟ طيب نفكر بعض في 2003 حصل ايه؟ كولين باول يتهم العراق بالخرق المادي للقرار 1441، والاجتماع الشهير لباول في المجلس الامن. اهو الصور دي بقى، الصور دي نسمع جزء من معلش انا اسف بالانجليزي لكن هنقوله لحضراتكم بالعربي بيقول ايه. نسمع كده جزء من كولين باول بالانجليزي في المجلس الامن كان بيتكلم عن ازاي العراق يمتلك اسلحه الدمار الشامل وازاي العراق بيمتلك اسلحه الكيماوي. نسمعه كده. This one is about a weapons munition facility, a facility that holds ammunition at a place called Taji. This is one of about 65 such facilities in Iraq. We know that this one has housed chemical munitions. In fact, this is where the Iraqis recently came up with the additional 4 chemical weapon shells. Here you see 15 munitions bunkers in yellow and red outlines. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. How do I know that? How can I say that? Let me give you a closer look. Look at the image on the left. On the left is a close-up of one of the 4 chemical bunkers. The 2 arrows indicate the presence of sure signs that the bunkers are storing chemical munitions. The arrow at the top that says security points to a facility that is a signature item for this kind of bunker. Inside that facility are special guards and special equipment to monitor any leakage that might come out of the bunker. ده كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية. وقتها كولين باول اتهم الرئيس العراقي وقتها اللي هو صدام حسين بانه مصمم على امتلاك قنبله نوويه، وقال بان العراق يخفي عناصر اساسيه في برنامجه المحظور لانتاج اسلحه كيماويه في مباني تابعه لصناعات البتروكيماويه، متهما العراق باعتماد الخداع مع المفتشين في خطاب القاه امام مجلس الامن مدعوما بتسجيلات صوتيه وبالصور الماخوذه عقب او عبر الاقمار الصناعيه. قال باول خلال الاجتماع التاريخي لمجلس الامن الذي يمكن ان يكون حاسما لجهه تحديد خيار الحرب، اتهم باول النظام العراقي باقامه علاقه مع منظمات ارهابيه منذ عقود بينها تنظيم القاعده. وقعد بقى باول يفرش السجاده بقى ويبرر فكره ضرب العراق. حلو قوي؟ حلو. نفس الباول ده، نفس الراجل ده اللي قال لك العراق واسلحه كيماويه واسلحه نوويه ودمار شامل والقاعده والبتنجان، نفس الراجل ده. والله نفسه يعترف. خير يا بول انت ولا باول انت؟ تعترف بايه؟ قال لك تبرير الحرب على العراق نقطه سوداء في حياتي 9/9/2005. هيظهر قدام حضراتكم الخبره، تبرير الحرب على العراق نقطه
سوداء في حياتي، مع انه قبليها على طول كنا بنستعرض منه خبر بيقول امهال العراق بتاعت اشهر ليس خيارا، وفي اجتماع تاريخ عرضت بيه سجون السوق، وبيقول لك ان العراق يمتلك السياق دراج شامل، وان يتهم العراق بالخرق البدني للقرار 1441. ايه في فيديو هنا بيبرر؟ نسمع الفيديو بتاع التبرير. This one is about a weapons munition facility, a facility that holds ammunition at a place called Taji. This is one of about 65 such facilities in Iraq. We know that this one has housed chemical munitions. In fact, this is where the Iraqis recently came up with the additional 4 chemical weapon shells. Here you see 15 munitions bunkers in yellow and red outlines. The 4 that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. How do I know that? How can I say that? Let me give you a closer look. Look at the image on the left. On the left is a close-up of one of the 4 chemical bunkers. The 2 arrows indicate the presence of sure signs that the bunkers are storing chemical munitions. The arrow على الشمال كان الفيديو اللي احنا عرضناه لحضراتكم، انه كولين باول امام مجلس الامن بيقول لك انه العراق بتاعك سعد دمار شامل، وانه العراق بيتعاون مع القاعده، وانه العراق بيراوغ، وانه العراق يعني خلاص العالم هيتدمر بسبب العراق. اللي على اليمين بقى ده باول يعترف تبرير الحرب على العراق نقطه سوداء في حياتي. قبيل حرب العراق وقف وزير خارجيه امريكا انذاك امام الامم المتحده ودافع بحماس عن ادله قويه تثبت امتلاك العراق لاسلحه نوويه. قامت الحرب ولم يعثر المفتشون على اي اثر للاسلحه. اليوم يعترف باول 9/9/2005 يعترف باول بان تبريري الحرب على العراق كان خطا ونقطه سوداء في حياته. وقال عن تقرير بلادي حول اسلحه الدمار الشامل في العراق المزعوم امام الامم المتحده بانه وصمة عار في مسيرته السياسيه. وصمة عار تبرير الحرب على العراق وكلام منافي تماما للواقع وكلام بعيد تماما عن الصحة وكلام متفبرك ولا آخره كده. بيقول لحضراتكم بيعمل ايه؟ انه وصمة عار في تاريخه السياسي، واعتبر ان الامر مؤلما له، وقال في مقابلة مع قناة ABC انه قدم اسلحة دمار شامل وما كانش بيه اسلحة ولا حاجة، وقال انه يعني كل اللي عرضه كانت معلومات استخباراتية زودتها بيه اجهزه استخبارات امريكيه وما كانش لها اي اساس من الصحه. خلي بال حضراتكم تاني، اللي بيحصل ده هو نفسه اللي بيحصل مع سوريا. انا مش مع بشار ولا مع صدام، بس انا مع ان سوريا تقف، لان سوريا لو راحت الجولان هتروح، سوريا لو راحت هتخش تركيا واسرائيل وامريكا. حضرتك هتقول لي هو سوريا ما راحتش؟ معلش لسه فيها تكه صغيره، لسه في رئيس جوه، لسه في حكومه جوه، لسه في مسؤولين جوه، لسه في ما يشبه الدوله جوه دمشق، في بعض ما يسمى الدوله، في رئيس للدوله. بعض الناس دلوقتي لانه هيخش الاخوان، والله العظيم لا الاخوان داخلين، والله العظيم لا سوريا لا اسرائيل داخله، والله العظيم لأمريكا داخلة، والله العظيم لتركيا داخلة. في تكة صغيرة موجود. حضرتك هتقول لي يعني أنت موافق على اللي بتعمله روسيا؟ لا، روسيا برضو دولة محتلة، بس اسمها بتتضامن مع الحكومة جوه. جورج بوش الابن، تعالوا بقى، مش كولين باول قال لك إن دي كانت وصمة عار في مسيرته السياسية إنه بيبرر الحرب على العراق؟ طيب الخازوق الكبير اللي اسمه بوش وبلير الخازوق الصغير اللي تحتيه يؤكدان امتلاك العراق اسلحه نوويه وقالت الطاقه تنفي والبيت الابيض تراجع سبتمبر 2002، يعني قبل الحرب بحاجه بسيطه. الخبر قدام حضراتكم فوقه، هتقول الخبر العنوان يا شباب. بوش وبلير يؤكدان، بوش اللي هو رئيس امريكا وقتها، وتوني بلير اللي هو وزير خارجيه اللي هو رئيس وزراء البريطاني اللي هو الدلدول اللي هي دلوقتي تريزا مي الدلدوله مع ترامب المفتري اللي كنا بنسميه ايه؟
يعني المحتل نسبيا يعني، والاثنين شغالين. يبقى انا عندي بوش وبلير الاثنين كانوا كتله واحده، زي دلوقتي ما تريزا ماي وترامب كتله واحده، لان الحرب مش على ارضهم. يعني لو جبنا الصوره دي وجبنا ترامب وتريزا ماي في صوره، هيبان انه دول اللي بيحركوا العالم في مساله الكيماوي على سوريا. دول حركوا العالم، الاثنين دول المفروض يتحاكموا، ما حدش حاكمهم. اللي بيقول لك العالم العربي واللي مش عارف ايه، ده دمرتوا العراق وقتلتوا اكتر من 1,300,000 مواطن، مش عسكري ولا جيش ولا شرطه ولا بتاع، 1,300,000 مواطن. العراق اتقسمت، اتبهدلت، اتشحتفت، اتمسخرت العراق. ربنا يستر وفي انتخابات جايه تقف العراق على رجلها، ونتمنى ان العراق تقف على رجلها. بس خلي بال حضراتكم تاني، الموضوع بدا بالعراق وكان جاي على مصر، وبعدين دلوقتي بينتهي بسوريا. اهم ثلاث دول كان فيهم جيش، اهم ثلاث دول اللي قدام حضراتكم دول راس الافعى سنه 2003 في الحرب الكيماويه على، او اعلان العراق تمتلك كيماويات وتمتلك كيماوي وتمتلك قنبله نوويه وتمتلك مش عارف ايه، حاجات من الخزعبلات دي. طلع الخزعبلات دي ملهاش اي لازمه. تريزا ماي نفس النظام اهم. تريزا ماي تحت كنت عايزهم جنب بعض، تريزا ماي والافعى اللي فوق ده اللي اسمه ترامب، وعلى يمينكم مش هتنفع كده، شكلها مش حلو كده، شكلها مش حلو يا شباب. يبقى انا عندي الاثنين دول والاثنين دول، شيلوا الصوره ديت وهاتوا لي اتصرفوا بصوره ثانيه. يبقى انا عندي زي ما بقول لحضراتكم كده، الموضوع تسلسلي. امريكا تعلن، اسرائيل تنخر من تحت خازوق، بتخش عايزين نخلي سوريا خلاص، الجولان لازم نضمها لاسرائيل، الجولان تتضم لاسرائيل. يخش مجموعه من الاخوان والبتاع، يخشوا العراق، يخشوا سوريا، ايه المشكله؟ نعمل دوله لسوريا. متشددين. تركيا لا حته كده ممكن نروح فيها، ايه المشكله؟ نخش. يبقى الاكراد اللي عاملين مشكله للتركية، خد لهم حته كده واعمل لهم مفيش زاويه كده، لانه ما ينفعش مع العراق انه الاكراد يستقلوا وبتاع وكلام، لكن مش هيسكتوا برضه. كردستان العراق هتستقل، هتستقل، ما كانش دلوقتي يبقى بعد كام سنه. واخدين بال حضراتكم اللي بيعملوا، بتعمله اسرائيل وبتعمله بتنفيذ امريكي ومساهمه بريطانيه، ودلوقتي داخل فرنسا على الخط. مش واخدين بال حضراتكم من الامر ده؟ طيب. توني بلير هنا قال لك ايه؟ نؤكد امتلاك العراق اسلحه نوويه ووكاله الطاقه الذريه تنفي. تعالوا توني بلير بقى بعد ما ندم، يا عيني والله، وحلم بقى انه ضميره صحي وانه مش عارف ايه وانه جه في يوليو 2016 بلير يعتذر بعد نشر التقرير حول غزو العراق. هتسمعوا توني بلير دلوقتي ومترجم. توني بلير هنا يعتذر بعد نشر تقرير حول غزو العراق، على الشمال بيؤكد امتلاك العراق اسلحه نوويه. الله، انهي عالم احنا بنعيشه واحنا مصدقين ان سوريا بجد فيها سلاح دمار شامل؟ هي لا تاكل، هي لا تاكل، سوريا لا تاكل، عشان بعدها سلاح كيماوي. وسلاح كيماوي على مين حضرتك؟ هتقول امال اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده تنازع لدول عظمى على الارض السوريه. التفسيرات والتفصيلات مفيش داعي منها، لكن دي دول عظمى تتناب. مين اللي بيحمي سوريا دلوقتي؟ الروس. مين اللي عايز يضرب سوريا؟ الامريكان. مين اللي بيساعد روسيا؟ ايران. مين اللي بيساعد امريكا؟ بريطانيا، فرنسا. امريكا اسمه المانيا قالت لا، وفي دعم لوجستي من جانب قطر. شوفوه في الاعلام، الدوله الوحيده والقناة الوحيدة العربية اللي بتروج لضرب سوريا، زي القناة الوحيدة اللي روجت لضرب العراق.
قطر ما بتلعبش، لا قطر بقت الخطر الحقيقي. قطر مش جزء في المعادلة كده هايف، لا كل البرامج عندها بتروج لفكرة ضرب سوريا، زي ما كانت كل البرامج عندها وقت العراق بتطالب بضرب من العراق، زي ما كنا ايام الدولة المصرية ما كانت بتتهد سنة 2011 كان كل الخطاب الاعلامي اللي طالع من الجزيرة لضرب الدولة المصرية. اسمعوا توني بلير كده في الفيديو وفي ترجمة ليه. Tonight, British servicemen and women are engaged from air, land and sea. Their mission? To remove Saddam Hussein from power and disarm Iraq of its weapons of mass destruction. I would never, as British Prime Minister, send British troops to war unless I thought it was necessary. هنا الراجل بيقول لك هنغزو العراق، قال لك انا مضطر، العراق فيها مصلحة دمار نووي، مصلحة دمار شامل وبتاع وكلام ده. وبعدين في الاخر يعتذر. نسمع اعتذاره. Decision to go to war in Iraq and to remove Saddam Hussein from power in a coalition of over 40 countries led by the United States of America was the hardest, most momentous, most agonizing decision I took in my 10 years as British Prime Minister. For that decision today, I accept full responsibility. Without exception and without excuse, the intelligence assessments made at the time of going to war turned out to be wrong. The aftermath turned out to be more hostile, protracted and bloody than ever we imagined. The coalition plan for one set of ground facts and encountered another. And a nation whose people we wanted to set free and secure from the evil of Saddam became instead victim to sectarian terrorism. For all of this, I express more sorrow, regret, and apology than you may ever know or can believe. ده لسه وكده استمر دقيقتين كنت هعيط الحقيقه، يعني انا اتشحتفت الحقيقه، اتأثرت يا اولاد الكلب، اتأثرت لما وده ايه حر طليق، ده حر طليق ما بيعملش اي حاجه، وبوش الاب ولا الابن حر طليق، ما حدش قال له تعالى تعالوا اللي انتوا عملتوه ده كان ايه، وكولين باول طلع اعتذر محدش قال له تعالى انت ايه اللي انت عملته ده في العراق، وايه اللي شردت 1,200,000 واحد و300 الف واحد، وبيقول لك انا قال العراق بس ضعيفي بس شبيه ما بتاع، وايه اللي حصل له؟ ولا حاجه. ايه اللي حصل له ليه؟ ولا حاجه. حد حاكمه؟ ابدا. حد من العالم العربي طلع وقدم دلائل؟ حتى ده انت يا راجل لو عليا النعمه انت لو خدت الحلقه دي لتحاكمهم. شويه الهفا اللي احنا عاملينهم دول باشراف الاخت بوسينه يوسف هنحاكمهم. الحلقه دي بس ال 22 دقيقه اللي فاتوا دول يحاكموا بوش الابن، يحاكموا توني بلير، يحاكموا كولين باول، يا حاكم بتوع الاساتذه دمار الشام اللي كانوا موجودين، يا حاكم محمد البرادعي نفسه. محمد البرادعي نفسه اللي كان رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وقتها. يا حاكم سيبك من مساله انا ماليش دعوه بالسياسه انا، بس انا بتكلم وقتها انت كنت ايه؟ وهو من اشار واوضح وساند ودعم. الكلام اللي يقوله ده بقى مش هيخش دماغ ابنك، انت كنت وقتها رئيس الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اللي مقرها النمسا. كل دول لازم يتحاكموا. لازم يتعملوا على الاقل محاكمه يا اخي بحق الانسانيه مش بحق اي حاجه تاني. انما السيناريو بيتكرر بحذافيره بنفس الاطار. سوريا بدات تلم نفسها، الجيش السوري بيسيطر على بعض المناطق، الدنيا بدات تهدى، في ممر امن لخروج
المتشددين وخروج الارهابيين والى اخره وعمليه القوات الروسيه وخلاص والدنيا هتمشي وترجع سوريا يعني شوي شويه زي ما كانت. لك لا ليه ترجع سوريا زي ما كانت؟ وليه ترجع سوريا اصلا؟ الله يا راجل ده احنا كل سوريا بتتهد نعمل ايه؟ قال لك لا 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 جم الصهاينه لعبوا في دماغ ترامب وفي قفاه وفي مناخيره. يا اخ ترامب احنا مش هينفع كده، ارجوك احنا برضو اللوبي عندنا هنا بيساندك وبيعمل وبتاع، وانت داخل بتاع جديده داخل مرحله انتخابيه جديده بعد سنتين، فلازم الامور تحصل كذا وكذا عشان نساندك وندعمك. وبعدين انت وقفت جنبنا في حكايه نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس، ودي مش هننساها لك، بس لتاكيد هذا الامر احنا عايزين ننسف سوريا. عايزين ايه؟ ننسف سوريا. وعندنا طبعا الإسراء والمعراج، وعندنا دخل شعبان ودخل رمضان نفس الأجواء. صدام حسين المالكي كان رئيس وزراء العراق وقتها، أعدم صدام حسين ليلة أو لا مش ليلة صباح يوم عيد الأضحى. أنا كنت ناظر أصلي العيد والله العظيم، بفتح التلفزيون عشان أشوف الرئيس مبارك وقتها، وهو بحب يعني الحاجات دي اشوف هو نازل المسجد وبتاع وكلام من ده، ونزل اصلي لقيت صوره اعدام صدام حسين وتحت اشراف حاكم العراق وقتها، وكان امريكي. يعني ما تهودوش نفسكم تتعاطفوا، كل اللي بيحصل ده والله العظيم تمثيلية، وأقسم بالله العظيم تمثيلية، مسلسل معمول بمشارك فيه أضلاع رئيسية. الأول إسرائيل، الأول والآخر والوسط إسرائيل. إسرائيل من أخطر الدول ومن أخطر الأنظمة على العالم العربي. اسرائيل دي عايزه تشوف مصر متدمره، اوعى تفتكروا حكايه الهمبقه بتاعت مش عارف ايه ورعب جاي ويقولوا لك خطاب مش عارف ايه ونساند وندعم، لا 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 لا. الناس دي من اخطر ما يمكن ومن اسوأ ما يمكن، والناس دي طول عمرها كذابه 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 وعمرها ما تفي بوعد. هي بس عشان مثلا دوله زي مصر هي كشه من مصر، فماشيه مع مصر يعني خطوه خطوه. لكن لو مصر غفلت، لو مصر نامت شوية، لو مصر يعني مالت، مش هيعتقونا. اوعى تفتكروا كده ان لا 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 لا، ده شغل صهاينة على حق. يأثروا على ترامب اللي هو الدلدول بتاعهم، ترامب يأثر على تريزا ماي الدلدولة بتاعته، تريزا ماي بقى تأثر على الدلاديل بتوعها، وهكذا يفضل دلدول في الأرض كده لحد ما توصل المسألة لأوسع مدى. فأنا بس عايز أوصل لحضراتكم فكرة إن إحنا يعني أو جزء خلاص من الوطن ده بقى عارف إنه سقوط سوريا معناه بقى كبير قوي. معناه بقى كبير، اللي يفضل يقول لك يقول لك اتحمل الوضع الاقتصادي، اصل احنا يعني الحمد لله ان احنا مش زي سوريا ولا العراق ولا ليبيا ولا هو انت مش فاهم ان السيناريو بتاع سوريا ده دلوقتي ممكن يجي لك؟ مش فاهم ان هما بيخططوا، ده تمهيد ان هما بيخططوا يجوا ناحيتك، ولو حتى بعد 10 سنين، ولو حتى ان ملت شويه، ان غفلت شويه، ان نمت شويه، ان راحت عليك نومه شويه، ان استمرت الاوضاع يعني الوحشة السيئة اللي شفناها في الكام سنة اللي فاتوا ان استمرت، والحمد لله رب العالمين جزء كبير من الاوضاع دي الحمد لله رب العالمين بيقوم. ففكرة انه انتم متعاطفين مع بشار، لا يا سيدي احنا متعاطفين مع سوريا، متعاطفين مع الشعب السوري. ومن من الخبرة بتاعت الفترة اللي فاتت دي مقتنعين تماما ان اللي بيحصل في سوريا ده هو مخطط اسرائيلي امريكي بريطاني، ودي كلها دول غزو، خلي بالك دول غزو دول احتلال.
ومعاهم بعض الدول الأخرى ومعاهم بعض الأنظمة العربية الأخرى بتساعد في هذا الإطار. طيب عندي الجامعة العربية مثلا هتعقد بكرة أو يوم الأحد القمة العربية. بس السؤال يعني القمة العربية هتناقش إيه والعراق وسوريا بتتضرب؟ أنا مش فاهم. يعني أنا أتمنى من الدول العربية تأجل الاجتماع بتاع أو القمة العربية لأنه مش حلوة. أنتوا هتجتمعوا في إيه وأنتوا مالكوش إيد أصلا في حماية سوريا ودي دولة عربية؟ أنتوا هتجتمعوا إزاي؟ هتاخدوا قرار إزاي وقرار ضرب سوريا طالع من إسرائيل وأمريكا وإحنا أولى بجحا أولى بلحم طور زي ما بيقولوا؟ يعني شكلنا هيبقى وحش كعالم عربي. أجلوا أجلوا القمة العربية وأي اجتماع في مجلس الأمن لمناقشة أي بند من البنود في أي حاجة يتأجل، وأي اجتماع في الأمم المتحدة يتأجل لأن مؤسسات دولية ملهاش أي لازمة ولا مؤسسات إقليمية، وأي اجتماع لدول عدم الانحياز يتأجل، منظمة الدول الإسلامية ولا العالم الإسلامي تتأجل. ما ينفع محدش فيه. ما أصل أنا هنتبه لإيه؟ هنتبه هتجتمع إيه القمة العربية تقول إيه؟ والاجتماع القمة العربية هيقول إيه؟ اجتماع الأمم المتحدة هيقول إيه؟ اجتماع قمة الأمريكتين في بيرو النهاردة أو بكرة هيقول إيه؟ اجتماع أي اجتماع في أي حتة هيقول إيه؟ ما اذا كان خلاص امريكا وبريطانيا قرروا وعندي سوريا وعندي روسيا بتقول لا انا هدافع، يبقى الحل ايه؟ في سنه كده مش يعني انا اتمنى يا يلغى السنه دي القمه العربيه يا تتاجل، يلغى كل اجتماع في الامم المتحده الفتره اللي جايه يا يتاجل، يلغى كل اجتماع في اي منظمه اقليميه ودوليه يتاجل. لانك هناقش في ايه وانا ما عنديش امكانيه ان انا احمي دوله عضو في الامم المتحده وعضو في حقوق الانسان والله وكاد تاخد عضويه مجلس الامن سوريا، هستنى ايه؟ وبعدين انت بتقول عندي اسلحه دمار شامل، اين اسلحه الدمار الشامل ولا اسلحه الكيماوي؟ اين الكيماوي؟ هتجيب لي 2 أطفال أو 10 أطفال بيتقتلوا وهم بيتضربوا وهم بيتعملوا ماشي، مين اللي ضربهم؟ هتصور لي إن اللي ضربهم كان بشار الأسد راكب وبتاع وكلام؟ لا معلش، عملتها قبل كده مع صدام حسين وإحنا بلعناها. طعم العراق مش هنبلعه في سوريا، طعم العراق مش هنبلعه في سوريا. في هاشتاج قبل ما أخش، سوريا في القلب يا ولاد الكلب، ده مش شتيمة، لا والله يا ولاد الكلب دي مش شتيمة دلوقتي، لا مش شتيمة. لما نقول سوريا في القلب يا ولاد الكلب، انتوا بتعملوه ده اصلا يخلي اي حد يخرج عن شعوره يا ولاد الكلب اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده. اللي انا متاكد انه بعد 3 سنين او 5 سنين او 6 سنين انتوا هتيجي تعتذروا عن ضرب سوريا. بعد ايه بقى؟ بعد ما تتخرب سوريا، بعد ما تروح الجولان لاسرائيل، بعد اسرائيل ما يكون لها قوات جوه، بعد تركيا ما يكون لها قوات جوه، بعد ما امريكا يكون لها قاعده جوه، بعد ما يتم ضرب النفوذ الروسي الايراني. يعني هي لعبه مصالح، كل عمال يضرب على الارض السوريه، احنا ولا حول لنا ولا قوه. فالامر ده زي ما قلت لحضراتكم تاني، تعالوا شوف مثلا استاذ جلال دويدار النهاردة ماذا عن إصرار أمريكا تكرار سيناريو كارثة العراق؟ علامة استفهام. ده مقال لي في الأخبار النهاردة وبيتكلم في هذا الإطار. ليس من تفسير لموقف واشنطن من سوريا سوى إصرارها على تكرار جريمة تدمير العراق استكمالا لمخططها ضد الأمة العربية لخدمة مصالح إسرائيل في النهاية، إنها تتخذ من حكاية استخدام السلاح الكيماوي في مدينة دوما حجة لممارسة هواياتها الإجرامية. إنما يدل ويؤكد هذه الحقيقة
التفافها هي وحلفاؤها في مجلس الامن حول دعوه سوريا لمنظمه حظر الاصحه الكيماويه التابعه للامم المتحده لاجراء تحقيق محايد ونزيه. وياما وياما العراق طلبت تحقيق محايد ونزيه، وقال وسط حظر الانتشار النووي تبع الامم المتحده، وجاء المنظمه اللي كان يرأسها محمد البلاطعي، ولا حد سال في العراق ولا حد سال في اي حاجه. ماذا عن اصرار امريكا تكرار سيناريو كارثه العراق؟ ده في صحيفه الاخبار النهارده. الاستاذ عادل مصطفى في صحيفه الجمهوريه، امريكا الحزينه، بيقول ليس هناك دليل على قيام الاسد بذلك، اللي هو موضوع السلاح النووي او السلاح الكيماوي، ثم اعتقد انه لا يقوم بمثل هذه الفعله التي يدرك تماما انها ليست في صالحه للاسف تمثيليه. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، الاستاذ عادل مصطفى لخصها في صحيفه الجمهوريه النهارده، انها تمثيليه محبوكه للاطاحه ببشار الاسد. اما عن المدنيين او حزن امريكا على قتلهم وضروره معاقبه المجرم المتسبب في ذلك، منذ متى بيسال عادل مصطفى، والله العظيم منذ متى وامريكا تقف مع المظلوم؟ منذ متى وامريكا تحزن لقتل المدنيين؟ ابعتوا لي كده يا شباب اي حاجه كده من فلسطين في الفتره الاخيره، اي حاجه كده من فلسطين، ضرب فلسطين ولا اي حاجه ولا بتاع الكلام من دوت يعني. منذ متى وامريكا تحزن لقتل المدنيين والاحداث في هذا الشان ليست ببعيده؟ لماذا يتم ترك اسرائيل تعربد في المنطقه وتقتل العسكريين والمدنيين ولا يقترب منها احد؟ للاسف سياسه الكيل بميكالين مستمره ولن تتوقف طالما يتحكم الصهاينه في امريكا. يا جدعان يا جدعان، ده عندنا الدوله الوحيده المحتله في العالم فلسطين. فلسطين الدوله الوحيده المحتله في العالم. الدولة الوحيدة اللي بتضرب وتغتصب أرض وتحتل مناطق ولا آخره هي إسرائيل. إسرائيل اللي بيساعدها بكل قوة أمريكا، إسرائيل اللي أمريكا تجهض أي قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لإدانتها. من قبل 73 مفيش قرار مرة طلع وأمريكا وافقت عليه. امريكا اللي بتعيط بتعيط والله وتلطم وتقول يا خرابي الحق السوريين بتضربوا مش عارف ايه، هات ياد البتاع الحق النووي يا تريزا باي تعالي يا تريزا، وتريزا تيجي تقعد ومش عارف ايه وتقعد مع ترامب وترامب يبصبص لها ويتبصبص لي وبتاع. نضرب يا تريزا ولا ما نضربش؟ والله يا ترامب انا مش شايفه، اضرب يا ترامب اضرب. يوم ترامب طق في دماغه، طيب اتصل بالراجل بتاع راجلنا بقى في المنطقه رئيس وزراء اسرائيل بقى، هو يقدر ما يقدرش يا اخ، انت عايز نضرب امتى؟ والله يا ترامب زي ما تشوف ربنا يسهل ان شاء الله كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اضرب في اي وقت، حدد، عربط، احتل، اعمل اللي انت عايزه. خلصت الحدوته يا جدعان، اضرب سوريا. هتضرب سوريا؟ هتيجي دولة تانية هتضرب. ده مسلسل زي ما بيقول الأستاذ جلال دويدار. ولما أنت يا أختي أمريكا يعني مش شحتفة كده ودموعك نازلة وبتلطمي على السوريين، ما لطمتيش قبل كده ليه على الفلسطينيين؟ ها؟ ما لطمتيش قبل كده ليه على العراقيين؟ ما لطمتيش قبل كده ليه على الخراب اللي بيحصل في ليبيا؟ ما ندمتش قبل كده على الخراب اللي بيحصل في اي دوله عربيه في المنطقه ليه؟ اشمعنى دلوقتي يعني خلاص بقى اتشحتفتوا وترامب ده بقى امنا وابونا وترامب ده بقى هو الحامي وترامب ده بقى احنا هنضحك على مين يا عم الحاج؟ هنضحك على مين يا عم؟ ما قدامنا الامثله حيه. أزمة سوريا المصري اليوم عنتر فرحات، أزمة سوريا نقطتين، غموض أمريكا حول ساعة الصفر، وترامب بيقول الهجوم قد يكون قريبا أو بعيدا، وماكرون لدينا دليل على ماكرون دخل في الموضوع أهو. ماكرون بتاع فرنسا دخل عايز كيكة. ما هو يا جدعان في غاز في سوريا. في غاز في سوريا. في الجولان في سوريا. في طمع إن أنا أعمل قاعدة عسكرية في سوريا. امال اجيب الجزيره؟ مهد يا عم اعلاميا، مهد، هات يا عم اللي مع الموضوع الضرب ده، هات يا عم والدنيا تمشي وهكذا. الشروق الاستاذ سمر احمد، ترامب يراوغ
نقطتين لم احدد موعد الهجوم على سوريا. موسكو نقطتين اتصالاتنا مستمره مع واشنطن لتجنب الصدام، والاسد يحذر الغرب من زعزعه الاستقرار في المنطقه. الجمهوريه تويتات ترامب تضع العالم فوق صفيح ساخن، الرئيس الامريكي يراوغ، الاسد يحذر، موسكو تهدئ، اوروبا تبحث. ده زملائنا في صحيفه الجمهوريه. في صحيفه الجمهوريه زملائنا في صحيفه روزا اليوسف، الحرب عبر تويتر، سوريا على صفيح ساخن بسبب غموض تغريدات ترامب. الجمهورية أيضا، سوريا في مهب تغريدات ترامب، الرئيس الأمريكي يراوغ، موسكو تهدئ وأوروبا تدرس. الأهرام، ترامب متردد في ضرب سوريا وسقوط آخر معاقل المعارضة بالغوطة. ترامب نقطتين، الهجوم على دمشق قد يكون وشيكا أو غير قريب على الإطلاق. فيه النبي رئيس الجمهورية يقول كده، ورئيس أكبر دولة في العالم، رئيس الولايات المتحدة، يقول لك الهجوم على ترامب قد يكون وشيكا أو غير قريب على الإطلاق. الاهالي، استاذ امينه النقاش استاذتنا رئيس تحرير، لا لضرب سوريا، اكذوبه الاسلحه الكيميائيه تتكرر لمنع الجيش السوري من الالحاق الهزيمه النهائيه بالمنظمات الارهابيه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم كمان مره، هو ده اللي بيحصل في سوريا. والله والله العظيم يا اخوانا، هو ده اللي بيحصل في سوريا، هو ده اللي شغال في سوريا. الناس دي ما عندهاش دم، ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش ضمير. اوعى تصدقوا الاكذوبه اللي ماشيه اليومين دول. نضرب سوريا، يغور بشار الاسد ويغور اي زعيم عربي لا يحترم قدرات شعبه ولا يحترم رغبه شعبه في البقاء او الرحيل. يغور. احنا يهمنا الدوله، الدوله. شوف دلوقتي بتتكلم على مصر، تقول الدوله، الدوله. اتعلمنا يعني ايه نصون دولتنا وتبقى دولتنا في استقرار وهو الاخر. حظر الكيماوي، تصل سوريا للتحقيق في ادعاءات امريكا، صحيفه البوابه، داليا الهمشان ومحمود الشورى ورضوى السيسي ومحمد حمدي ابو السعود. الاهرام، الاسد اي تحرك ضدنا سيهدد استقرار المنطقه. يا عم روح العب انت كمان بقى. الاسد هروبي خارج سوريا، كلام يثير السخريه، هدوء حرب التصريحات بين موسكو وواشنطن حول دمشق. راي الاهرام النهارده، ارفعوا ايديكم عن سوريا، الجميع يتنكر لهذا التوجه، الكل يتحدث عن ضروره الحل السياسي، الضحيه شعب، نصفه في الشتات ونصف الاخر في المخيمات، ارفعوا ايديكم عن سوريا، اتركوها لاهلها، هم قادرون وحدهم على تقرير مصيرهم ومستقبلهم. الحرب الامريكيه الاسرائيليه ضد سوريا، الاستاذ نبيل زكي في صحيفه الاهالي بيتكلم في هذا الاطار، الحرب الامريكيه الاسرائيليه ضد سوريا. دكتور سمير فرج يكتب للمصري اليوم، التدخل العسكري في سوريا التوقيتات والحسابات، او التوقيت والحسابات. الاستاذ عباس الطرابيلي المصري اليوم، هدفهم بقايا سوريا. حلو قوي بقايا سوريا دي، حلو قوي بقايا سوريا دي. الضحيه هي سوريا، الارض، الشعب، ووحده اراضيها التي تتقاسمها الان هذه القوى العالميه والاقليميه، وكل يغني على ليلى. القمه العربيه والازمه السوريه، ساعات وتجتمع القمة العربية ليس فقط بسبب التمزق العربي، بيقول ان هذه القمة العربية تعيش اسوأ حالتها، الدول العربية تعيش اسوأ حالتها، ليس فقط بسبب التمزق ولكن ايضا بسبب الدمار الشامل الذي اصاب سوريا والعراق وليبيا واليمن. السؤال الان، هل تنعقد هذه القمة بجدول اعمال تقليدي يناقش الامور التقليدية ام ان اختلافات الرؤى بين الدول العربية ستتحول؟ انا بقول لحضرتك يا استاذ عباس، الافضل ان هم يأجلوها او يلغوها السنة دي، ومش عيب. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، واحنا مش هنقدر نعمل حاجه، لان اصلا مش قادرين نعمل حاجه، ولا قدرنا نعمل حاجه، ولا هنقدر نعمل حاجه بالمستقبل. فخلاص، لا لضرب سوريا، استاذتنا الاستاذه امينه النقاش في صحيفه الاهلي في هذا الاطار. الصدام الامريكي الروسي هل يقع في سوريا؟ استاذ محمد بركات في صحيفه الاخبار يتكلم في هذا الاطار عن الصدام الامريكي الروسي هل يقع في سوريا ولا لا. الاستاذ اكرم القصاص، حرب لا يمكن استبعادها في سوريا، تويتر وطبول الحرب الافتراضيه بين موسكو وواشنطن. الاستاذه عائشه عبد الغفار بتسال، اين ضمير الانسانيه ازاء مذبحه اكراد سوريا؟ لماذا لا تحتج حكومات الغرب على مأساة مذبحة الأكراد في سوريا على يد الجيش التركي؟ أصحيح؟ وكيف يستطيع زعماء الغرب الدخول في نوم عميق متجاهلين إبادة جماعية عنصرية بمرمجة؟ لا شك أن المستشارة الألمانية ميركل أنقذت صورة القارة العجوز، وإن كانت تصريحاتها قد جاءت متأخرة بعد الشيء عندما أعلنت بأسلوب صارم أن هجوم تركيا على عفرين الكردية غير مقبول، هناك آلاف وآلاف المدنيين. هو صحيح، ليه ساكتين على مأساة أكراد سوريا؟ ليه؟
معناها قبولها وامام هذا الاستخفاف ينعد للاذهان الذي اقترحه نيلسون تشرشل عام 48 على كتاب قيد من قبل السبب ان في مظاهرات عندما اعلن الاسد البريطاني كان عليكم ان تختاروا بين فقدان الشرف والحرب لكن اخترتم العار وسبقتكم الحرب. عرفتوا بقى يا اخوانا عرفتم بقى ان احنا غلابه؟ والله العظيم غلابه غلابه غلابه. حطوا كل اللي انا اتكلمت مع حضراتكم بطريقتي طبعا قدام عينيكم. واللي يصدق ان سوريا لازم تنضرب واللي يصدق ان اللي بيتعمل ده عشان اصلاح دمار شامل في سوريا واللي يصدق ان بيتعمل ده عشان كيماوي في سوريا مش عارف نقول له ايه بعد ده. مش عارف يعني هنقوم الصبح حتى في بيوتنا انا كل شويه مراتي والله تسالني هي سوريا اتضربت حصل حاجه بين احنا كمواطنين احنا قلقانين حتى على السوريين. انا لو نمت شويه اقوم اسال ولادي مراتي في حاجه في حاجه في سوريا في بتاع احنا نفسنا بقى مترقبين بقينا منزعجين. لكن تاني سقوط سوريا معناه بالغ الأهمية هو زيادة جراح العالم العربي. إن شاء الله مصر لن تسقط لن تسقط ويعني فداها بالروح والدم زي ما بيقولوا فداها بالروح والدم. مش يعني مسألة إن احنا هنسيب بلدنا كده لا قدر لا 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 لا, لا. انسوا والله انسوا انسوا في ظل اللي موجود ده انسوا. الناس يعني انا واحد عندي 50 سنة او 51 سنة او 52 سنة وبقول على هو لو طلب مني ان انا هنزل تعالى انت عندك استدعى في الجيش هنزل والله العظيم لو صدق صبح وزير الدفاع قال لي انزل جالك استدعى لانزل هنزل مش بلدي. ويعني الناس اللي باتوا دول هم احسن مننا ولا احنا احسن منهم؟ ابدا احنا الاثنين شهداء ما نبقى شهداء احنا كمان ايه الازمه يعني؟ ايه الازمه يعني؟ ما نبقى شهداء برضو والدنيا تبقى ماشيه. نخلي بالنا من بلدنا نخلي بالنا صحيح استنى انا ندور لكم على الكيماوي هنا قبل ما نمشي ولا حاجه في كيماوي يا عم هنا ولا حاجه ولا بتاع من ده والله في كيماوي هنا يا عم الحاج في كيماوي هنا ولا حاجه ولا بتاع. ايامكم سوده والله العظيم ايامكم سوده يا امريكان انتوا والاسرائيليين وانتوا والبريطانيين وانت انا بتكلم على القيادات مش بتكلم على الشعوب والله العظيم في كيماوي هنا ولا حاجه يا جدعان. حد يدور على كيماوي والنبي والنبي لو حد لقى كيماوي سوري ولا حاجه يبقى يقول للجماعه الامريكان ويقول للجماعه الاسرائيليين ربنا يكرمكم كده ويوسعها عليكم باذن الله عشان الاسرائيليين والامريكان هيتعبوا قوي والله على ما يلاقوا الكيماوي ده فاحنا نوصله لهم كده باذن الله. خد يا عم فاصل وتعالى يا عم.